يا حبيب قلبي، هاي بيسموها الجماعة، يد الله مع يد الجماعة. شو هي الكوميون؟ انه حشود جماهير؟ لا، الجماعة هي الناس يلي مجتمعة على أمل واحد وهدف واحد وحقيقة واحدة، وهي التوحيد. يا حبيب قلبي هيك كتاب صغير بيفرجيك الصورة وبيقلها شو هي الجماعة. يا حبيب قلبي بيقول هالجماعة هي مجتمع، ولكن مجتمع غير اللي بتشوفوه، بديلة وأصيل وطبيعي. هولي بيجتمعوا بس حتى اللي نخوزق ببعضنا ونبعوث ببعضنا ونكذب ببعضنا وكذبوا مجاملين، بينما جماعة الله بتجتمع للهداية وللمساندة ويا سند ويا مدد ويا أبد تنساعد بعضنا. يا حبيبي بيقول لك انت بصحراء وفي واحة، واحة المي هي الجماعة، هي اللي بتساند كل الصحراء وبترطبها وبتلطفها. وين في منهم؟ كانوا على زمن الأنبياء كلهم، وكل مسيح من جماعة، وكل محمد وكل علي وكل بودا وكريشن، ولما نميت وسكرنا باب العلم، علم أبدان وأديان، حتى يصير في بدن واحد وكفن واحد ودين واحد. ومين اللي عم بيعمل هالشر؟ الجهل، والإنسان عدو ما يجهل. بدنا جماعة. يا حبيب قلبي الجماعة هي الأخوة، هن الديفوتيز يعني المخلصين إلى نفسي ثم نفسي ثم نفسي وإلى الألوهية اللي فيك وفيه. شو بيعملوه؟ على طول بيعيشوا مثل النحل مثل النمل، من ساند بعضنا، ما في فقر لا مادي ولا معنوي، في مقايضة. أنا عندي تفاح وأنت عندك سفرجة، أنا عندي بقدونس وأنت عندك خيار. منرجع لأمنا الأرض وعمتنا النخلة، شو هالسر بأمي وبعمتي؟ فإذن وين الجماعة؟ اليوم بأمة العرب مفقودة، مش شبه مفقودة، مفقودة. بتشوفوا الجواسيس كيف كلنا ضد بعضنا ومنعض بعضنا ونستغيب بعض. نعم، بتشوفوا على الموقع فيلم ميتنج وذ ريماركبل مان لجورج جيرجاف، هيدي الجماعة موجودة بالشرق وبالغرب ورح تكون بكل بلد عربي. إذا في اثنين مثل ما بعثنا المسيح، بلبنان في اثنين وأكثر، وبكل بلد في اثنين وأكثر. بذرة وحدة بتخضر العالم. إذا مش أنت وأنا بدنا نكون جماعة، مين بده يكون؟ وإذا مش الآن ناو أي متى؟ جسدي هو أول جماعة، هالجسر مع الجسر وهالإيد مع الإيد والعين مع العين، ما بيشوفوا بعضهم، بيبكوا مع بعضهم، بيفرحوا مع بعض، هالشعرة مع هالشعرة. ما بغير ابدا في خلق الله. كان يهر شعري بطلت روح لعند الحلاق الكوافير المزين، فكت الله يزينني. يوم بيعمل لي لطشي هون، يوم بيعمل لي جعدي هون، يوم بيعمل لي هيك، يوم بيهر سني، بطل يهر شعري. فاذا اول جماعه ايدي مع اجري مع راسي مع عيني. يا حبيب قلبي بكل جماعه عملناها، بكل بودا وبكل محمد وبكل مسيح وبكل كريشنا، بس ميتوا رب البيت خرب البيت. وين سيد البيت؟ من آمن بمحمد محمد مات، ومن آمن بالله الله حي. ما معناته محمد ميت؟ ما في موت، فينا موت، ولكن بدي أعيش الحيوية اللي فيي. هذه الجماعة. إذا أنا ما احترمت هالأنا اللي فيي، ما رح احترم الأنا الكونية اللي فيك وفيه. أنا صغيرة وأنا كبيرة، نحن. فإذا مريم بدها تحب مر ويم، ما فيني اتعرف على الجسد لأنه سر كبير، بس على القليلة بقول له باكل بس نجوع، وتلت مي وتلت أكل وتلت هواء، بكون شبه 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 نباتية. وإذا ما لقيت مواد حيوانية نظيفة حلال بلاها، 4 أنياب عندي، 20 مطحنة،
نزع القشور خطوة إلى القبور. فزر أول جماعة بدي حبها هي جسد مريم، وبعدين بتعرف على الساجد اللي جوا. ومين هيدي الساجدة جوا؟ لمين ساجدة؟ نعم، للوجود، لهالأبد يلي منه محدود.